راجل، الراجل بتاع شركة جرين متضايق جدا ان احنا لغينا الميتنج معاه. كنت متوقع حاجة زي كده، بس الدنيا متلخبطة عنده اليومين دول، مش فاهم. الله، طب ما تقول لي يمكن اساعدك. للأسف محدش يعرف. هاي أنكل محمود، ازي حضرتك؟ طب حضرتك ما ينفعش تقول لي في التليفون؟ طيب يا عم، مش هتأخر. سلام. آسف يا هشام، مكالمة مهمة. في حاجة تانية عايز تكلمني فيها؟ لا خالص، أنا تمام. حابب أبلغك عملت إيه مع مدير شركة جرين. أوكي. أنا آسف. انا هعمل اوردر ريحان ونباتات عطريه عشان طلب عليهم زايد جدا، اصلا اللي موجودين مش هيكفوا غير يومين ثلاثه. اوكي، اتاكدي لي كمان طلبيه مدام صفية خلصت ولا لسه. تمام. مساء الخير. لا انا زعلانه منك، ازاي ما تجيش الحفله زي ما اتفقنا؟ طب والله انا جاي لك النهارده مخصوص عشان اعتذر لك بجد، حصل لي ظرف امبارح بوظ لي اليوم كله. المهم يكون ظرف خير. الحمد لله. انت طمنيني بس، الحفله طلعت حلوه؟ الحمد لله الحفله كانت حلوه والناس اتبسطت واستقبلت علي كويس، بس هو يا حبيبي حسيت انه مش مبسوط. يظهر ان انا استعجلت على الحفله دي، كان لازم اجلها شويه. ما هو أكيد الموضوع صعب عليه. أنت عارفة؟ من ساعة ما حكيتي لي حكاية ابنك علي ده وأنا الموضوع مش قادر أشيله من دماغي. ده يثبت قوي إنك ست قوية جدا وعظيمة. أي حد تاني كان فقد الأمل من زمان إن ابنه يرجع له بعد السنين دي كلها، بس مش أنت. أنت فضلتي ماشية ورا قلبك ورا إحساسك لغاية ما ابنك رجع لك، وده بصراحة ثبات. اسمحي لي اني احسدك عليه. ميرسي على كلامك اللطيف، انت راجل مجامل قوي. صدقيني والله مش مجامله، يعني مش اي حد يقدر يعمل اللي انت عملتيه. خدي انا مثلا، ساعه ما توفت مراتي الله يرحمها فقدت الامل على طول، وحسيت ان حياتي كلها انتهت، ودخلت في اكتئاب لفتره طويله جدا، واهملت شغلي واهملت حياتي لدرجه اني كنت هفقد كل شيء. لولا رحمة ربنا عليا ما كنتش عرفت ارجع اقف على رجليا. انا اسفه ان انا فكرتك بذكريات مؤلمه كده. المهم صحيح، صاحبك انا مضيت معاه العقد خلاص. ما هو كلمني وقال لي على فكره هو اللي كسبان. ميرسي، البركه فيك. انا ما عملتش حاجه، انت شغلك وطريقتك مع الناس وذوقك مخليه كل حد عاوز يتعامل معاكي. مش بقولك ان انت مجامل قوي؟ طب بقولك ايه؟ انا محتاج شوية زرع كده ينفع في الضلة. بس كده من عيني، تفضل نقي اللي انت عايزه. اوكي. طلعت موافي طلع ليه اخت اسمها عليا موافي، عايشة مع جوزها محمود شكري هنا في القاهرة. عندهم بيت قديم في المانيال وجبنا عنوانه. تمام. ممكن اخد العنوان؟ طبعا يا باشا. هديهولك بس للأسف هي مسافرة. مسافرة فين؟ ست عليا ليها ابن عايش في كندا ومتجوز هناك، لسه مخلف عيل صغير. المفروض ان هي جوزها سافروا عشان يحضروا السبوع واللازم منه. تعرفش ميعاد رجوعهم امتى؟
للاسف المفروض ميعاد رجوعهم كان من يومين حسب حجز الطيران، بس هم اجلوا رجوعهم. يعني ممكن تعجبهم القعده هناك وما يرجعوش دلوقتي خالص؟ لا هيرجعوا ما تقلقش. اللي مخليك متاكد كده؟ يا باشا دول شربوا من نيلها سعادتك، مش بعيد ابنهم يجيب العيل الصغير يشربوا النيل ويسفروا كندا. ايوه كده يا باشا اضحك، انا مش عايزك تقلق خالص. احنا متابعينهم واول لما يوصلوا انا هتصل بيك وابلغك. تمام يا سامح. يا مسافر. اهلا يا راجل. ازيك يا عم؟ ازيك انت؟ اتفضل. معلش الدنيا مكركبه شويه. انت ايه حكايتك يا راجل؟ هو انا لازم اقول اني عايزك علشان تيجي تشوفني ولا ايه؟ ازاي بقى؟ ما تقولش كده. انت عارف انا بحب اقعد معاك. احنا ياما قعدنا هنا بالساعات لحد ما بتتعب بتقول لي قوم نام. لا الكلام ده كان زمان بقى لما كنت لسه جديد في شغل الشركه وبتاخد رايي في كل حاجه. والله مش شغل الشركه بس، في كل حاجه يا عم. خصوصا لما كانت إلهام تعبانة. كانت أيام صعبة أوي. الحمد لله عدت على خير. أنا عمري ما أنسى وقفتك جنبها أبدا يا راجل طول السنين اللي فاتت دي. ومش هنسى إنك أنت حافظت على بيتك وعلى عيلتك. علشان كده أنت مش بس جوز بنتي، أنا بعتبرك ابني اللي أنا ما خلفتوش. ما كانش ينفع أعمل حاجة غير كده يا عم. انت عارف الهم بالنسبه لي ايه؟ والله ما عارف لما كنتش قابلتها واتجوزتها كنت هبقى عامل ايه دلوقتي. ايه الكلام الحلو ده؟ يا ريتك يا الهم كنت معانا عشان تسمعي. طيب ايه رايك بقى نشرب اتنين عصير رمان فريش انما ايه يهبلوا؟ لا والنبي يا عمي معلش مش هقدر، لازم اروح على طول. بلاش بواخه بقى. اعفيني بس قول لي انت ايه الموضوع المهم اللي كنت عايز تكلمني فيه؟ لا ابدا انا اصلي بقالي فتره ما رحتش الشركه فكنت عايز اعرف الشغل ماشي ازاي. الشغل في الشركه زي الفل يا عم، احنا اربحنا السنه اللي فاتت 60%. لا ما انا عارف، انا قريت التقرير السنوي اللي انت بعته لي، وانا كنت سمعت ان الشركات المنافسه بعتت تجيب خبراء اجانب عشان يعملوا تركيبات جديده. لا من ناحيه دي ما تقلقش يا عم، قسم البحث والتطوير في الشركة ماشي زي الفل وشايف شغل. انت ممكن تجيب نفسك تشوف التطور اللي حصل. وبعدين يا عم الخبراء دول تكلفتهم عالية بالدولار وباليورو ده غير الإقامة. خلاص اللي انت شايفه، انا حبيت بس ألفت نظرك علشان نبقى على دراية باللي بيحصل في السوق. عايزة حاجة يا مدام؟ ما ناديتيش عليا ليه وانا اجيب لك اللي انت عايزاه؟ والله ما انا عارفة انا كنت عايزة ايه. اعملك معايا كوباية شاي؟ اعملي. ما تعرفيش مروان فين يا فايزة؟ لا والله يا مدام ما اعرف. حاسه اني مش عارفه اعمل حاجه خالص، لا عارفه اقرب مروان وعلي من بعض، ولا عارفه اقرب مروان ولينا مني حتى راجي. حاسه ان احنا بقالنا كتير قوي بعاد عن بعض. بالراحه على نفسك يا مدام، مفيش حاجه بتيجي خبط لزق كده، واحده واحده والزمن كفيل يصلح كل حاجه. نفسي اعوضهم عن كل حاجه، أعوضهم وأعوض نفسي. تفتكري ممكن ينسولي إن أنا كنت بعيدة عنهم الفترة اللي فاتت؟ لا عمرك ما كنت بعيدة. أنت حاولتي بعزم ما فيكي، رغم إن كنت مذبوحة واللي فيكي ده يهد جبل، لكن أنت عافرتي واستحملتي عشانهم وعشان خاطرهم وتحافظي عليهم. ربنا يخليكي ليا يا فايزة. أنت تعبتي معايا قوي وساعدتيني كتير. ما تقوليش كده يا مدام. ده انت وعيلتي ولادك دول ربنا العالم عيالي. ادعي لي بكره تبقى الرحله حلوه ويقربوا من بعض ويحسوا انهم اخوات. انا حاطه امل كبير قوي على الرحله دي.
ان شاء الله يا حبيبتي. يا رب يا رب. على مهل على مهل. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صحيح مدري ليه كده ما رضيتش عليكم؟ تعرفوا افطروا معايا. كتر خيرك يا حبيبي، لازم ننزل حالا متأخرين. على فين بدري كده؟ النهارده ميعاد المتابعة مع الدكتور، ولازم نحجز من بدري قبل المستشفى ما تتزحم. ماشي، أنا هدخل أغير بسرعة وأجي أوصلك. لا لا لا، خليك أنت عشان ما تتأخرش على شغلك، مش مستاهلة. مش هينفع. يا ابني اسمع كلام والدك، وبعدين أنا معاه ما تخافش. لا من الناحية دي ما تقلقيش، هما في الشغل بيحبوني وهكلمهم أقول لهم أنا هتأخر شوية عشان أجي أوصلكم. يا ابني بلاش دماغك الناشفة دي، وبعدين أنا مش عايزك معانا. آه أنا هاخد حبيبتي وهنروح المتابعة، وبعد كده هنتمشى مع بعض شوية. مالك أنت بقى ومالنا يا غليس؟ بابا بقاله مدة مزاجه مش رايق قد النهاردة، وإحنا بقالنا كتير ما خرجناش مع بعض، ما تقلقش. أطلع منها أنا يعني. ماشي. بقول لك يا رامز، أنت عامل إيه مع الست صاحبة الشغل اسمها إيه بنسى؟ سلمى يا بابا. سلمى صاحبة المشهد اللي انا بشتغل فيه، ست زي العسل. جدع، اهم حاجة انك تشتغل بأمانة وضمير، وتخلي صاحب الشغل دايما مبسوط منك. ربنا يحافظ عليك يا ابني. باسم الصليب عليك يا حبيبي. يلا يا عدلي هنتأخر. فيها ايه يعني خالته لما اطلع معاكي الرحله؟ مش فاهمه يا بنتي. هو انا رايحه اتفسح ومش هاخدك معايا؟ انا رايحه شغل. طب انا قلت لك ان انا هتفسح، ده انا هطلع اساعدك وهتبقى ايدي بايدك بدل ما تبقي شايله هم الرحله كلها لوحدك. برضه ما ينفعش. يا حبيبتي الرحله دي معموله علشان خاطر العيله وبس. استاذ راجي ومدام الهام ما عزموش حد بره العيله، دول حتى ما عزموش نانسي ولا جوزها. طب انا بقى اروح اقول لهم ان انا عايز اختك معايا؟ طب بسمتك هيقولوا عليا ايه؟ اقول لك على حاجه، ان شاء الله على دخله الصيف هطلب منهم يومين اجازه، واخدك انت ونهد ونطلع بلطيم ولا راس البر ونقضي لنا يومين. هاي فايزه ايه الاخبار؟ كله تمام ولا في حاجه ناقصه؟ لا لا كله تمام يا هاني. طب الحمد لله. ايه يا قطه مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ لا يا هاني مفيش حاجه الحمد لله، متشكرين على سؤالك. يا ستي سيبيها هي تتكلم، هي ليها لسان. تعالي يا بنتي قولي ايه اللي مزعلك. بصراحة يا مدام إلهام أنا عايزة أطلع معاكم الرحلة بس خالته مش راضية. يا سلام بس كده؟ طبعا تطلع، يلا جهزي. بجد؟ ميرسي لحضرتك جدا. حبيبتي يا خالته بقى حبيبتي. يا مريم أنت بكاشة. صباح الخير. صباح النور يا كسلانة. ما نمتش كويس خالص امبارح. ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ ده جده زمانه جاي. مش قادره يا مامي بجد. لا مفيش حاجه اسمها مش قادره، المره دي مفيش اعذار، خصوصا ان المره دي اول مره نطلع رحله مع بعض وعلي معانا ومروان كمان جاي. ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ اه بقيت انا اللي معطلاكم. طالعه يلا يلا. هيا راجي، مفيش امل ان انت تعتذر عن المشوار ده؟ للاسف حبيبتي ما ينفعش، اكيد كنت هاجله. روح انت وتبسطوا وموعدك المره الجايه هكون معاكم. كيمو حبيبي لو في حد من اصحابك رايح النادي انا ممكن اوصلك. انا ما عنديش اصحاب. طب ايه رايك اشترك لك في فريق الكوره في النادي؟ ساعتها بقى هتلاقي كل الولاد اللي بيلعبوا معاك في الفريق بقوا اصحابك. انا ما بحبش كوره. ما تتعبش نفسك معايا يا هشام، انا حاولت معاه كتير، كوره وسكواش وسباحه، كان بيغلبني عشان يرضى يروح التمرين. ايوه يا نانسي بس حاله الولد كده مش عجباني. ولد في سنه المفروض يبقى عنده اصحاب بيجوله البيت، يخرج يقابلهم، يروح النادي يلعبوا مع بعض كده يعني. ما بيحبش، هنعمل له ايه؟ هنوديه بالعافيه؟ صباح النور. صباح الخير. ها اخبارك ايه؟ عامله ايه في الجامعه؟ تمام. اخبار المذاكره ايه؟ عادي تمام. هو ايه العادي تمام؟ ما تتكلميني زي ما بكلمك. في ايه؟ محدش في البيت ده عارف يتكلم بطريقه طبيعيه؟ عيله ملمومه على الفطار يوم الجمعه، مش عارفين نتكلم مع بعض بحوار طبيعي زي الناس؟ اللي قاعد بيرسم واللي قاعد لي على الايباد واللي مبوزه في ايه على الصبح؟ ده ماله ده؟
انت اللي فيه ايه؟ عرفت من لينا ان هما طالعين رحله باليخت، ومروان ما قاليش وما عزمنيش ان انا اروح معاه. مروان ده بقى محتاج انك تلعبيه شويه، لازم تخليه يغير عليكي. يعني نقي واحد من صحابك اللزاز كده اقفي معاه، كتري في الهزار معاه، الحاجات دي. ايوه بس انا خايف اعمل كده، مروان يقفش بجد. ما يقفش، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط؟ اسمعي كلامي بس. بجد والله العظيم فيها، والله العظيم ما له وحش صح؟ خلي بالك صوت من دقتك. عنك يا فوزي، عنك يا حبيبي، عنك انت يا حبيبي. انا عنك بس نشيل قصاد بعض. سيبي بس انا اشيل المره دي، معلش. مراه ممكن تشيل معايا بعد اذنك؟ ايه ده؟ ما فين هواري؟ يا هواري ممكن بس تشيل معايا وهواري نقابله في السكة عشان ايدي هتتملخ؟ معلش هواري. يا محمود باشا نورت الدنيا. محمود باشا ازيك يا هواري؟ الله يخليك. يلا نروح سعيده. يلا الهام، يلا حبيبتي. منوري يا هادي. انت منوري يا هواري. انت فين يا هواري؟ اتفضل يا حبيبتي، تعالى يا هواري. يلا يا فوز، هات 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 هات. عندك يا محمود بيه. يلا يا ليلى. طب يلا سبقني انت. ايه ده؟ ايه ده؟ خافي ولا ايه؟ ايه ده واخد يا مروان؟ ممكن تسبقني؟ يا لولو. يلا بقى، يلا بجد. على فكره انا مش يعني ما تطلبش مني حاجه ثانيه، مالكش دعوه بيا بقى. يلا كبرت قوي على حكايه الخوف دي. يلا يا جد، يلا. يلا انت في خايف من ايه؟ ما بحبش الميه. طب وايه علاقته بالميه؟ انت هتدخلي المركب في ثانيه. تعالي. طب استنى يا علي، خدي نفس وعدي 1 2 3 كده كده. ماشي. 1 2 3 عدي، مفيش اي حاجه خالص. اه معرفتش ليه؟ طيب لما اوصل اكلمك. سلام. رئيس الهيئة اتنقل ومشددين الإجراءات في المينا على الآخر. اللي هو محفوظ اتنقل؟ ليه؟ محدش يعرف. يمكن يكون عشان السن، عشان كده نقلوه لمكان تاني أخف وأهدى في الشغل شوية. طب وبعدين؟ الشحنة جاية قريب، احنا كده هنتعطل. حاول تبعت ميل تأجل الشحنة شوية. طب رئيس الهيئة الجديد؟ مفيش أي أخبار عنه؟ محدش يعرف عنه حاجة، بس المشكلة مش فيه هو، المشكلة في الناس اللي تحته. الناس اللي تحت دول احنا مظبطينهم من زمان. الناس اللي احنا مظبطين معاهم الشغل جزء منهم اتنقل، جزء منهم اتشال، وفي ناس بيتحقق معاها كده. بقى لازم تشوف لك سكه يا فريد. تصرف كده مش هينفع. متقلقش انا هتصرف. الدكاتره قالوا له ان عنده المرض الوحش. ربنا يعافيه ويعافيك يا استاذ عدلي. يا عيني يا بدير، ده لسه شباب وعياله صغيرين، الرب معاه. كتر خيرك. اهلا وسهلا. وبدير لسه بيروح المصنع؟ بيروح. هيعمل ايه يعني؟ ايام بيبقى تعبان ومش قادر يصلب طوله، وايام يعني بيبقى كويس. يا عالم الدور على مين؟ على فكره في عمال كتير اتصابوا، وكل ما اسال الدكتور فوزي اللي بيحصل لهم ده من ايه؟ يتوه وماخدش منه حق ولا باطل. هو كمان بقاله كام يوم ما بيجيش. الله اعلم ايه اللي صابه. الدكتور فوزي مش هيعمل لكم حاجه. انت تاخد كم واحد من زمايلك وتقابله راجبي في الشركه، وتقولوا له اول هام عايزين نعرف اللي بيصابنا ده سببه ايه بالظبط، وتاني هام تقولوا له يزود فلوس التامين. ده بيطلع روح العيان واهله على ما يصرفوا له ثمن العلاج. اسالني انا مجرب. طب ما تيجي معانا يا استاذ عدلي،
انت لسانك حلو ودماغك مترتبه. انا سبت الشغل بقالي مده، انما انتوا اللي شايلين المصنع، ومن حقكم انكم تشتكوا وتطلبوا كمان. ولازم تفهموا بالمداري كده انه لو ما لقاش حل العمال مش هيشتغلوا والمصنع هيقف. عندك حق يا اسطى، الموضوع ما بقاش يتسكت عليه. الو كنت عارف انك هتقول كده يا درش، بس غصب عني والله انت وحشني جدا. عامل ايه؟ ما انا بتصل عشان اشوفك. يا سيدي، هو في حاجه مهمه كده عايز اتكلم معاك فيها، بس ده ما يمنعش انك وحشتي برضو. طب ايه، اعدي عليك في العياده ولا لا؟ لا خلاص، طيب نتقابل في الكافيه واعزمك على اسبريسو يا سيدي. ماشي. حلو قوي البحر ده، مش كده يا الهام؟ قوي قوي يا بابا قوي. ايه رايك في الفسحه دي يا علي؟ حقيقه عمري ما شفت كده في حياتي خالص. جو جميل فعلا. قوي قوي. ما تيجي جنب هنا اعلمك سواقه. لا جد انا بعرف اسوق الحمد لله. يعني انت سوقت قبل كده يخت زي ده؟ مش زي ده بالظبط، بس قريب منه يعني. سوقت فلوكه، بس فلوكه رايقه قوي يعني. حلو قوي والله. ممكن ما تخافيش بقى؟ انا قلت لك طول ما انت معايا ما تخافيش. يا ليلى. ايه يا مروان؟ انا جعان قوي، معاكوا ايه تاكل؟ معانا اكل كتير طبعا. سنيار. لا انا عايز واحد بس. اتفضل. عملتوا ايه بقى في المشاريع بتاعت الرسم اللي قلتيلي عليها دي؟ اصل احنا كنا موقفين شويه عشان كان عندنا مشاكل في الفلوس وكده، بس بنجهز حاجه وهنبتدي قريب ان شاء الله. كويس، اول ما تبداي قوليلي بقى. هو انت مهتم بالموضوع ليه؟ لا عادي، ما جاتلي فكره ان انا اعمل فيلم عنكم، بفكر يبقى البروجكت بتاعي في الجامعه كده. بجد؟ بجد بجد؟ والله بجد. ماشي، ثانك يو. يا جدو، مش هنستادي يا عم ولا ايه؟ هو في ايه؟ مفيش. ايه؟ كان بيقول لك ايه؟ كان عايز سندوتش. والله؟ طب ادخلي بقى، يلا ادخلي جوه معايا، ساعديني جوه بدل ما انت قاعده في الشمس. على فكره البصه في الشمس كتير تعمي. يلا يا حبيبي. طب ما نطلع لهم سندوتشات لحسن يكونوا جعوا ولا حاجه. والله لا يا حلوه، خش عشان ساعديني الاول ونطلع. ناي يلا، انا بطلع روحك. هادي يا كريم. انا في الاوضه يابا. يا
عندي ليك خبر يا ده كريم هيطيرك من الفرح. خبر ايه؟ انت عارف مصطفى احمد السلوجي اللي على منصه الشارع؟ ماله؟ اتفقت لك معاه تنزل معاه الشغل بعد ما تطلع من المدرسه وهيديك 50 جنيه في الاسبوع. مش هينفع، حسن قال لي ذاكر وما اشتغلش. حسن مين يا ده اللي تسمع كلامه؟ يا ده انا ابوك وابوه، يعني كلمتي تمشي على رقبتك ورقبته، وما دام قلت لك هتنزل الشغل هتنزل. مش هنزل، حسن بيديك فلوس عشان تخليني اذاكر، مش هنزل الشغل. تعلي صوتك عليا يا ياض، يا ريت عادل بدل ما بقيتك في المستشفى النهارده. قلت لك هتنزل الشغل يعني هتنزل، يدي فرصه. مش هنزل، انزل انت. ما كانتش فطستك يوم ما ولدتك. ياض انت واقف عليا بخساره، يوم انت ما جيتني امك ماتت، ومش بس كده لا، انت قعدت في قرابيزي عشان تجيب لي الفقر والمرض. انت جيت سميلتك ايه ياض؟ انا مش فقر، انت اللي مش بيمنع عينك حاجه. انت بترد عليا يا كريم؟ خد ياض والنعمه الشريفه. لو مسكتك لفشفش عضمك. خد ياض. انا قفل الباب بمفتاح. خلاص والنبي، خلاص ورحمه الغليل عندك. مش هسيبك الا لما تقولي حقك عليا يا بابا. هسمع كلامك وكلامك على راسي. حقك عليا يا بابا. حقك عليا واسمع كلامك يا بابا. وكلامك على راسي. وكلامك على راسي يا بابا. هتشتغل؟ هشتغل، هشتغل. ايه يا حلت امك؟ ساعة عشان ترد يا حسن. فكرة مروان انا مبسوط منك قوي، ابتديت تدي لعلي فرصة. انا قلت اعمل بنصيحتك بقى. بقول لك انا مش فاضي دلوقتي، هكلمك بعدين. ايه الكلاحة دي؟ هوب فلتت منك يا شاجد. بتشقط السمكة مني بس يا ولد. ايه مش عايز اي مساعدة؟ ميرسي يا حبيبي. يا ليل انتي مامي. بابا اجيب لك ساندوتش؟ اي حاجة من عندك حبيبتي. اتفضل. جدو ما تحكي لعيل لما اصطدت سمكة ابو سيف الكبيرة. اوه كان السمكة طولها 10 متر. ايه يا جدو ده؟ في وسعت منك اول موضوع 10 متر ده؟ هي 6 بس يعني. بس ما تذبحنيش قدامهم، عيب. المفروض تاخد ايدين معايا في الكلام. وبعدين هم فاكرين ان انا صياد كبير من اعالي البحار. جدو ده احسن صياد اقبطان في العالم. ده احسن بابا في العالم. يا جماعه والنبي والنبي كفايه بقى، عشان انا خلاص يعني الدماغ هتفر من عيني. جلس جلس. بقول لكم انت عارف نتصور كلنا سيلفي مع بعض. يلا يا ريت. يلا يا بابا. حسب ده يلا يلا عشان نتصور. يلا بسرعه. يلا خلي حبيبتي. خلاص كله واقف. ده تقرير طبي لحد عنده كانسر في الجلد، والتاني ده عنده كانسر في الصدر. طب يا دكتور مصطفى، مفيش حاجة في التقارير دي بتوضح ايه سبب الإصابة؟ للأسف لا، بس لو قلت لي عن المشترك بين الناس دي اقدر اقول لك عن الأسباب الممكنة للإصابة. يعني المشترك بينهم انهم بيشتغلوا في مكان واحد مثلا؟ مكان ايه؟ مصنع. مصنع أدوية. مصنع أدوية، دول اكيد اتعرضوا لمواد خطيرة من غير حماية او وقاية سليمة، فجالهم المرض الخبيث. شايف يا بابا الولاد قربوا من بعض ازاي؟ انا كان حلم حياتي ان عيالي كلهم يبقوا في حضن بعض كده. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي. ويخليك لينا يا حبيبي. هاي يا علي، هناكل سمك النهارده ولا ايه؟ مش هتلاقيش كده والله يا ماما. ما بقى انت ايه، ما جابتش معاك اي حاجه؟ ولا اي حاجه. ما بقى سمكه سمكه بجد؟ بجد والله.
يا خساره. مش حاجه. بقول لك ايه؟ ايه؟ شكلها جت لي. ما تهزرش. والله العظيم شكلها جت لي. شد السناره. شد السناره. شد السناره جامد ولف البتاع. مليان الف البتاع دي. انا همسك وانت الف. علي! ليلى! ليلى ما بتعرفش تقول يا علي. يلا يا ليلى. 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 يا علي. خدته. كده برضو تخطيني عليك؟ كنت هموت من الرعب لما وقعتي في المية. ايه يا علي؟ تعالى يا حبيبي ادخل. يا لينا بقيتي كويسة دلوقتي؟ احسن يا علي الحمد لله. الحمد لله. تعالى اقعد مع اختك لغاية المنزل لينا عشان اقول لها تعمل لها حاجة تاكلها. حاضر. قعدت بعيد ليه يا علي؟ ما تيجي تقعد هنا جنبي. ماشي. انت كده انقذت حياتي مرتين. لا يمكن اخلي اي حاجه وحشه تحصل لك طول ما انا موجود جنبك. على قد ما كنت خايفه وانا في الميه، على قد ما كنت متأكدة إن أنت هتنقذني. أنا طول عمري نفسي يبقى عندي حد في حياتي زيك كده، أحس جنبه بالأمان. والله طب ما أنت قرد أهو، أمال خضاني عليكي ليه؟ ولا أنت عشان بنت صاحب الشركة يعني؟ يا ساتر عليكي يا داليا، أنا كنت هموت والله يا بنتي، كان زمانك بتعيطي عليا. مش هعيط ولا حاجة، كنت هروح أورث المكتب بتاعك عادي جدا. شكرا. طيب يا سيبكم نتقعدوا مع بعض. اوكي. لو عاوزتي اي حاجه بكلميني. حاضر. وايه اخبار الشغل؟ شغل ايه دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ ما تظبطي خروجه انا وعلي وانتي وملك. دبل ديت يعني؟ اه دبل ديت، ويا بخت من وفق راسين في الحلال وكده. ان شاء الله يا داليا. اوكي. ايه دول حضرتك؟ 10,000 جنيه تديهم لتوفيق الكلب، تعرفوا ان انت جبتهم بطلوع الروح، وانه ما يطلبش منك فلوس تاني تحت اي ظرف، لانك مش هتعرف تجيب له. حاضر. انا متشكر لك على اللي عملته مع لينا. انا ما عملتش حاجه، اي حد مطرحي كان هيعمل نفس اللي عملته. راجب ايه؟ أنا بس كنت عايز أستسمح حضرتك في حاجة. كان نفسي أخويا يجي يقعد معايا هنا بصراحة. من ساعة اللي حصل ده وأنا خايف أبويا يضغط عليا بيه. فقلت يعني لو أنت مش هينفع. أخوك كريم صغير وممكن يرد بالكلام قدام أي حد في البيت ويبوظ اللي إحنا عملناه. والله هحرج عليك. ولو مش أمان وخطر جدا. حضرتك العربية اللي انت طلبتها مستنياك. حبيبي يا عم رضا، تسلم لي يا رايق. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.